رفض مجلس الشورى بأغلبية الموافقة على حصر تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي، وذلك في جلسة اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. التفاصيل في سياق التقرير التالي. جلسة استهلت بتهنئة إلى الأخوة المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة أعياد الميلاد، ولم تخلو هذه الجلسة من المناقشات والتوضيحات حول عدد من المشاريع بقوانين التي جاءت ضمن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ووافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة على مشروع بقانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي. وارتأت اللجنة أن الغرض من مشروع القانون مطبق ونافذ وفقا للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في ذله، كما أوضح عدد من الأعضاء أن نسب تملك الأجانب محدودة جدا، والقانون النافذ يدعم العقارات التي تدخل في مجال التطوير وعملية التنمية الاقتصادية. إذا ما طبق مثل هالقوانين هذه راح يحد في حركة التداول العقارية في مملكة البحرين، وهذا الشيء ما خلنا نقول يساهم بتنشيط الحركة الاقتصادية سواء كان على الجانب العقاري وغيره من قطاعات اللي هي مرتبطة ارتباط مباشر أيضا بالقطاع العقاري، بالذات إن احنا نظرنا إن نسبة تملك الأجانب في العقارات في البحرين ما تتجاوز 7%، أغلبهم أيضا مواطنين من دول مجلس التعاون اللي هم ما يعتبرون أجانب. وكان مجلس الشورى قد رفض مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من قانون التعليم المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة معدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بناء على توصية لجنة الخدمات. وكان التعديل يهدف إلى إضافة عبارة ذوي صعوبات التعلم، حيث بينت اللجنة أن التعديل لم يضف جديدا وأن الغاية منه متحققة من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم. أول ما يتقدم ولي الأمر لطلب تسجيل ابنه في المدرسة في عندنا ولله الحمد إدارة التربية الخاصة اللي تقوم بتشخيص هؤلاء الأطفال، فأثناء التشخيص ممكن تعرف إذا كان الطفل من ذوي صعوبات التعلم أو الطفل عنده إعاقة معينة تمنعه من أنه هو يعني يقوم يتعلم أسوة بأقرانه. فبالتالي من خلينا نقول أول يوم قبل بدء الدراسة إحنا نقدر نصنف هؤلاء الطلاب. في سياق آخر، وافق مجلس الشورى على جواز نظر الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تعديل الفقرة دال من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وقرر إحالته إلى الحكومة. كما اختتم المجلس جلسته باستعراض عدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركاتها في مؤتمرات ومحافل برلمانية. لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين، فيصل حسين.